السلام عليكم. اليوم نزيد نعرفكم بفندق آخر لمدينة تيزي وزو، اللي يقع في القرب من وادي عيسي، في المكان المسمى بكاف الأحمر، بحوالي 15 دقيقة على مركز المدينة تاع تيزي وزو، واللي نشوف على حسب صور طراز عصري، وفيه يعني ديكورات عصرية. فندق ما شاء الله جميل، ينضاف إلى العروض الفندقية للولاية تاع تيزي وزو، اللي تعتبر ولاية ساحلية غابية، فيها يعني خصوصية نتاع المنطقة تاع جرجرة، و يعني توظيف يعني طابع مختلف عن ما نعرفه في مثلا في الساحل أو في الجنوب الجزائري. إذا هذا هو فندق لوروليفير، اللي يقع في منطقة كاف الأحمر بالقرب من تيزي وزو. أترككم مع نهاية الفيديو الجميل، والسلام عليكم.